والشعب والوطن القومي ونحترم النظام الدستوري والقانون. محمد عبد الله محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه. والشعب والوطن القومي ونحترم النظام الدستوري والقانون ونرعى مصالح الشعب الفلسطيني. First, I lived in university accommodation, yeah. Then I moved into Morecambe near the bay. Yeah. Which is lovely, actually. Beautiful. It is very beautiful.